السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا صبحتو واش مزيان بخير؟ قضية باردة اليوم والله. واحد بعض اللقطات هو رد باللي سيليكسيونيت اللي جمعت كل نتوما شتها يعني تكرر اللي عزلات هذا باقي ما زيد والو. ما كانش بعض الكور اللي في لافولير حتى نشوف لي بعد نتي والو. مسكين على دار رجلة شوية درت له واحد الباك وما حملاتوش. واحد الكير من تحت هذا بانوا لي جوج نتاوي اللي قراب ليه من غادي نبقى يعني نتبعهم. هذا تا هي بعد نتي والو هي تبعت هذاك الكار وهادي حتى هي مع داك الكير. المهم شفتهم يعني كي يعني كيقربوا من بعضياتهم كيتواكلوا مع بعضياتهم، ولكن ديما كتبقى المتابعه هي اللي كتاكد لك واش كاينه شي علاقه ما بين هذيك الطيوره ولا لا. كما كتشوفوا الذكور عزلتهم على النجاوي، يعني راه ندير لهم ديك سيباراسيون باش كل واحد كيبقى بوحدو. يعني بعد ما يعني غنكون بعدا تاكدت ان راه كاين واحد يعني واحد العلاقة بيناتهم. المهم نخليهم بحال هكاك. الدكار مزول، نشوف هي مزولة باش الدكور يبداو يتكلمو شوية، باش الطيور يبداو يتكلمو شوية. نخليهم مع نتاوي قليل فين غادي يهضرو، لا ما نعزلو بوحدو هكاك باش يتكلمو. لكن اخوتي راه واحد البرد راه ما عاودتش ليكم كيفاش داير. زعما هاد الليالي واو ما غاتخرج حتى يعني ها اللي عندو الطيور دابا بصح هما اللي غادي يدوزو. والله العظيم انا ملي كتبان واش راك خدام ولا ما خدام والو. لا 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 هاد البرد هذا والله الا هاد البرد لا لا بزاف. بعد الرطوبة هاد العام الحمد لله شوية 58 ما ماشي بزاف عادي يعني فرونكي. دونك كما قلت لكم دابا راه عازل الذكور على النتاوي، نخلي نتاوي في البلاصه اللي طويله البلاصه اللي كبيره فين غادي تعلق العش، وتذكر ديما في ليكستريميتي في الجنب الاخر. نتاوي كما قلت غادي ندير ليهم كلهم العشاء في جهه واحده، يعني كاع نتاوي هاد النسوه في هاد الجهه، هاد النسوه في هاد الجهه، 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 باش تكون عندهم نفس يعني الاضاءه على العشاش، يعني باش تقريبا كلشي لا بالله يبداو يصايبوا العش في وقيته واحده. اما على التوجيهات ديالهم يعني باقي واحد شويه، غنتسنى عليهم واحد شويه مازال حتى يعني تقرب تخرج بعد هاد الليالي الساعه ان شاء الله نبدا معاهم شي بروغرام. دابا راك المهم دابا نقاش هاد اللي نقص الصحه ديالهم هذا هو الاهم. دابا عندي ما عنديش يعني نوجد فيهم ولا شي حاجه دابا ما كاينش داش. دابا المهم عندي هو يبقاو كاسبين الصحه ديالهم، ما تبان عندي لا كوكسيديا لا تريكو لا حتى شي حاجه. المهم هذو الامراض الشائعه في الوقت البارد ما يبانوش عندي. القميله صراحه ما تبانش في هذا البرد هذا بحال هكا، لحد مازال ما كاينش العشاش والامور بحال هكا. اكثر هي كتبان هي ملي كيكون العشاش وشويه الحال سخون، وخص تكون شويه يعني الغبره ديال العشاش والغبره ديال البداله وداك الشيء تما فين كتبان. ما دابا باقي شويه ما تكونش بزاف، غتكون عند الاخوان اللي دايرين السيكان للطيور، اللي دايرين السيكان للطيور والميكا وداك الشيء وقفوزة ديال العود، غتكون عندهم القميله واخا يكون بحال بعد. مع هما اصلا بداك السيكان والميكا كيديروا ليها المناخ فين غادي يعني فين تبان. الماكله دابا يعني اش غادي نقول لكم، اكثر دابا كنقتصر على لي غران جيرمي، مره واحد الميلونج ديال الخص ديال زريعه الخص، مره واحد شويه البطاطي صافي. بحال دابا هاد الصباح هذا غندور عليهم شويه ديال ديك الزريعه ديال الخص، راه فايت وركيت عليكم غندور عليهم. و سميتو في هاد الايامات صراحه تقريبا واحد 3 ايام في السيمانه كندير لهم هذا البروتيكتور هيباتي على قبل الكبده ديالهم باش يبقاو طويرات يعني مزيانين، باش كاع الا كجيت وبديت معاهم شي بروغرام بعدا الكبده تكون نقيه وصافيه
تطورات يعني يتأدبطاو مع داك البروغرام يعني وما يكونش يعني مجهد عليهم ولا شي حاجه. غنبدا معاهم غير بشوي بشوي كما قلت لكم، غنبدا غير شوية ديال التفاح، شوية ديال الحريقة، شوية ديال الجرجير، واحد التورة نوضتو مرة مرة الفاضي أمور بحال هكا. أكثر هي مع النتاوي، شوية ديال البيض ديال السمان حتى هو كيما العام اللي فات، بحال العام اللي فات حتى بيضو إن شاء الله كيما بيضو النتاوي ديال العام اللي فات. نطلب الله حتى هو يسر في هاد التيوات ديال العام ونبيضو حتى هو. كاينين شي تيوات تبارك الله مزيانين، ممكن شي اناث صراحة راهم شوية ما بينو وبين ما بينو وبين، مي اش غادي نقول لكم، هادي هي المقرن هادي هي المقرن. واحد كير هاديك الخلوة راه وكيبان لكم كيلوت ونقول ليه لا هادي نمشي وراه وليه بان ليا شوية مشيت ليه. ها هو غادي يكون مكانش ولا شي حاجة من الوكالة، بوسيبل يكون ما واكلش. نقلبو هذا ونشوفو واش واك ولا ما واكلش. هاتي واكل واحد الشوية ماكلش مزيان، ماكلش بزاف، كل خلع الوكالة ولا ما شي حاجة بحال هكا. المهم غندور عليه دابا واحد الشوية ندور عليه من دابا هذاك السريعة هذا الخص في زريعة الخص وفي الحريقة بجوج. الحريقة الزريعة ديالها هي راه مزيانة في التوجات ديال الدواء أصلا. دابا راه مع البرد راه كاع الطويرات راه كينفخو شوية الريش. حيدت ليهم دابا الكاموفلاج حتى تقرب شوية القضية، يعني حتى تقرب شويه الامور ديال التوجات ولا الاستقلال الكاموفلاج باش يديو عليا انا ديما داخل خارج داخل خارج، مابقاوش يعني ديما مخبين في هذوك مورا داك الكاموفلاج، مابقاش عندهم ديما ديك الخلعه يعني واحد شويه. تقريبا هادو هما الامور اللي كاينين بالنسبه للحسون. هادو هما الامور صراحه اللي بغيت بارطاجي معكم، وحتى يعني شنو نقول لكم الطيور فهاد فهاد الوقيته هادي ما تزربوش عليهم صراحه. دابا بزاف الاخوان بان لي دابا راه هاطي لاطاك الفيرتيفيت، كاين عاد كيسوا على الطويرات ديالكم عاد شويه بشويه. راه ماشي فيرتيفيت هو كلشي، راه ما الفيرتيفيت راه ماشي هو كلشي. واش عمر واحد دابا الطير معمرو خد شي ملتي فيتامين العام كامل وكيجي حتى لهاد الوقيته وبدا يفرقع فيه بفيرتيفيت بزاف. طير معمرو مسكين دخل شي فيتامين، جيتي هاد الايامات هادي عطيتي هاطي لا طاي فيرتي بيت بزاف 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 بزاف. وما بعد يكون الطير انا فين كتبان لك هنا فين كتفرقع الطيور في الكبده، وهنا فين كيدخلوا عاوتاني الطيور في البدانه كيسخنوا بزاف فيتامين او صافي كيدخلوا من الدال. راه العامل الاول اللي كيحكم على التوجيه هذا راه هو الاضاءه. الاضاءه هي اللي كتحكم عليك واش غتوجد الطيور ديال ديال بصح ولا لا. انت عندك اضاءه نص نهار وعطي فيرتيفيت هاك 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 طير غير سخون ما يبان لي النهار راه قصير غيدخل في البداله. انا بغيت تضرب فيرتيفيت للطيور راه خصك اومو بعدا ندير المقومات ديالو اضاءه اومو تكون واحد 13 ولا 14 ساعه في النهار. اكثريه دابا ديال الاخوان راه بادين في في الكناري ولكن الاخوان اللي عندهم شويه السخونيه في البياس ديال الباج هذوك راه بادين دابا راه ما كاين حتى شي مشكل، راه بادين تفراخ بدون اي مشاكل. المهم راه الصباح دابا غادي نفرق هاد الميرونج هذا نعطي الطوارات نوجدو حتى طورات ما يقصيو ونمشيو للعمل ان شاء الله. يلا الاخوان ان شاء الله ملي يكون شي جديد ضروري من بارطاجي معكم. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، وعدكم.